لقائي بالسيد رئيس الجمهورية اليوم كان في إطار استماعه لجميع الأطراف وتبادل الرأي بشأن الوضع العام، وكانت فرصة باش بلغته صعوبة الوضع السياسي اللي هي ما زلنا في أزمة سياسية كبيرة وفي ظل بعض التجاذبات، وخاصة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وضرورة اليوم الابتعاد عن التجاذبات، الالتفاف حول القضايا الأساسية اللي تهم تونس وتهم التوانسة، ضرورة زادة الابتعاد على لغة القوة ونمشيو لغة الحوار اللي هي كانت ديما نجحتنا من أجل تنقية المناخات، المناخ السياسي، المناخ الاجتماعي. وهذه زادة كانت فرصة باش نكونوا حريصين على صورة تونس في الداخل وفي الخارج، والمحافظة على مؤسسات الدولة، والحرص والالتزام بالقانون وبعلوية الدستور. فكانت فرصة سعيدة للاستماع كذلك لرأي وانشغالات السيد الرئيس.